انا مستحيل اخطب هاي البنت لو طبقت السما على الارض. لك ايه ماما ماما قسما بالله العظيم هذا ظلم. اختها لسانا غلطت، ما اختلفنا. هي شو دخلها؟ حتى لو ما دخلها انا مستحيل اخطب لابني الوحيد بنت في حواليها خطوط حمر. ماما انت لو بتتعرفي عليها لسنة رح تعرفي انه هي كتير مهذبة ومحترمة، بعدين هي مو رضيانة باللي عملته اختها ابدا. هذا الكلام ما بيهمني. طب حبيبة قلبي انت ما بيهمك انه انا متعلق بانسانة وبجن اذا تركتني؟ شوف ابني، الحياة ما بتوقف عند حدا، مثل ما حبيتها بتحب غيرها. لا ماما لا 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 كلامك مو مزبوط، انا مستحيل حب انسانة غير سنة. شوف اياد، أنا هالبنت مستحيل أخطب لك ياها ولا جوزك ياها طول ما أنا عايشة، وبس أنا موت بعيد الشر عني. ساعتها روح اتجوزها. شوفي سنة، أنا طلبت شوفك اليوم وهذا الشيء كتير سيء بالنسبة لي، بس مصلحة ابني أهم من مشاعري تجاهك. لهالدرجة مشاعرك تجاهي سيئة؟ هلأ شيليني من المشاعر، ابني إذا تجوزك رح يكون مغضوب، وأنت بتعرفي إذا أنا بغضب عليه، يعني أنت ما رح تكوني مبسوطة مع ابني نهائياً، وأنت بتعرفي قديش ابني متعلق فيني وبيحبني. بقى انسحبي بلطافة ولا تعملي مشاكل بيني وبين ابني. فيني أعرف السبب اللي مخليكي تكرهيني كل هالقد؟ السبب واضح، اختك اللي هربت مع شاب مو من دينا. وأنا شو ذنبي؟ السمعة لما بتطلع بتطلع على العيلة كلها، والناس ما بترحم. انتي قلتيها الناس ما بترحم. أنا قلت اللي عندي، وإذا انتي تجوزتي لابني اتأكدي تمام ما رح خليك تكوني مرتاحة ولانك مبسوطة نهائياً، فهمتي؟ رضيت ابدا، ولك ما خليت وسيله ما اتبعتها معاها. لك تخيلي انه هي رافضه الفكره من اساسها تماما. شو هالمفارقات العجيبه الغريبه هي؟ اختي اللي هربت مع حبيبها وخلت اهلي يغضبوا عليها، عايشه حياتها ومبسوطه وعم يصير كل شيء مثل ما بدها، اما انا يلي عايشه حياتي على الصراط المستقيم وما همني شي غير رضا أهلي علي، بدفع ثمن غلطة أختي. هاد عدل؟ بحياة الحب ما كان في عدل. طيب وإنت شو موقفك؟ ما هو المشكلة إنه أنا وقعان بين نارين، بين إني يكون مثلك مرضية لأهلك أو يكون مثل أختك بيع الدنيا كلها ورا ظهري يدور على سعادتي وبس. وأنا حبيتك لأنك مثلي، طيب ونقي، وأكيد ما رح أقبل إنك تتغير. كيف يعني ما فهمت عليك؟ قصدي إنه رضا أمك أهم من أي شيء. لحظة لحظة لحظة، يعني بفهم منك أنت فيكي تعيشي بدوني؟ حوّت حالي. بس أنا ما بقدر، مستحيل أقدر يعني. بلا بدك تقدر، نحن لازم ننهي القصة اللي صار لها سنين، وأمك لو بدها تلين كانت لانت. أنا رح أغير رقم هاتفي، أتمنى منك تنساني ولا تحاول تشوفني حتى لو بالصدفة.
يعني سنة ما عادت بحياتك؟ لا غلطانة كثير، مو سنة اللي ما عادت بحياتك، أنا ما عادت بحياتها لسنة، هي قلعتني، هي حلقت لي أنا لو علي بحياتي ما بتركها. مو مهم، مو مهم نهائياً. المهم إنه هلا صار فيني جوزك وأفرح فيك. عبير بنت سعاد دكتورة قد الدنيا، إشي وبنت بتطير العقل وما حدا بيستاهل ياخدها غيرك أنت تقبرني. هلا أنت عن جد بتحبيني؟ يو شو هالسؤال؟ طبعاً أنا بحبك. لك اللي ما عم بفهمه إنه كيف أنت بتحبيني وفيكي تشوفيني بالحالة هاي؟ خلص ابني، بكرة بكرة بتنساها، بس أنت تعاشر بنت الزوات والأكابر رح تعرف قديش أمك بتحبك وبتحب مصلحتك. يوم عرسه؟ ايه، وبعتني لعندك لحتى اقول لك انه هو لحد هاللحظه بده اياك وبحبك، اذا قلتي ايه رح يرجع لعندك. لا احلام، مستحيل، انا مستحيل خليه يعيش بهذا الضياع. انا دعست على قلبي وخلص، هيك الامور تمشي مثل ما هي ماشيه. هلا انا اللي مستغربته انه عبير كيف موافقه عليه وهي بتعرف انه هو بحبك وبده اياكي، والله مستغربه. هلا المهم قولي لي سنة شو قلها لإياد؟ ليلى بتقول لك سلام، إن شاء الله ألف مبروك. معلش حبيب، بدك تسمحي لي من بعد إذنك، أنا ما بحب حدا يقيدني لأنه ما بحب أعيش على كيفي. أنا حدا؟ شايفة مرت عمو؟ لك عبير مو حدا، عبير مرتك ومن حقها تعرف ليش انت عم تنام برات البيت وليش ما عم تيجي على الغداء. بتحبوا تعرفوا ليش؟ بكل بساطة يعني لأنه ماني طايق البيت ولا طايق حتى اللي فيه. ماما لا تطلع فيني هيك، أو كنت تعملوا حالكم أنه متفاجئين من كلامي أو مستغربين، هذا الكلام مو جديد. أنا صح اتجوزتك بس أنا بحبها لسنة. بتعرفوا شو يعني بحبها؟ بحبها وقلبي متعلق فيها. لكن ليش تزوجتني إذا ما بتقدر تنساها؟ على فكرة أنا أبداً ما تجوزتك، ماما هي اللي جوزتني إياكي، هي اللي جبرتني عليكي مشان برستيجها، مشان بنات الزوات، مشان الليديات. لكن ماما جوزتها بس ما تغير شيء، أنا لساتني بحبها لسنة. يعني حساباتك كلها طلعت غلط. لك بس احترم مشاعري، أنا لسه عروسة جديدة. والله على عيني وراسي هذا اللي طلع معي. فيكي بكل بساطة ترفعي طلب طلاق أو دعوة، هيك اسمها بالماشي، دعوة تفرقة أو طلاق. وعلى فكرة هذا بيكون أهم قرار بتاخذيه بحياتك. لك وبعدين معك؟ هلا امتى بدك تضلي معندة وراكبة راسك؟ ليك عبير مرت ابنك ما قدرت تعيش معه. ليش؟ لأنه بيحبها لسنة وعايش مع ذكرياتها، وهلا هو بغرفته عايش بحالة اكتئاب. أنا عندي إياد بالدنيا كلياتها، بس 7 سنة ما بتسوى. سمعت أختها يلي مالها منيحة، وعلى فكرة أختها تجوزت بشرع الله، ولولا عناد أهلها وإصرارهم ما كانت طلعت عن شورهم. ولا أنتوا الأهل ما بتفكروا برغبات ولادكم وبتتعاملوا معها كأنها شيء ما له مهم؟ ولا خلصنا، خلصنا بقى أحلام، إذا هذا الشيء بيرضي لإياد أنا مستعدة أطلب له إياها، بس بشرط واحد، أنا لا بروح ولا بيجي، لا على خطبة ولا على عرس، وهي كمان ما بتسكن عندي، وإذا هو بده يزورني بيجي بيزورني لحاله، فهمتي؟ خلصنا خلصنا، ماشي، المهم توافقي على الخطبة وباقي التفاصيل منحلها. خلصنا الشبكة؟ والله طلعتي لي هذا، ماشي الحال. يعني هلأ كل العقبات يلي مريتوا فيها راحت، والشروط يلي حاططها أم إياد مقدورة عليها، يعني بقى خلينا نفرح فيكم أنت وإياد. والله بهالشروط حاسة حالي شي حشرة، وأم إياد خايفة ألمسها وجرسمها. وبعدين ما دام وجودي بحياته هو سر سعادته، معناته الموضوع مستاهل شوية تضحية من الست الوالدة. ما فهمت شو قصدك؟ قصدي إنه أنا موافقة،
بس عندي شرط واحد. قولي شرطي لحتى خبر اياد. قولي انه امه تجي بذات نفسها وتطلب ايدي مثلي مثل كل بنات الناس والعالم. انا بشرفني انه اطلب ايد بنتكم سنة لابني الوحيد اياد. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا وان شاء الله بصير خير. بس يعني الرأي الاول والاخير لسنة. اول شيء اهلا وسهلا فيكي ست ام اياد، دورتي بيتنا. ثاني شيء انا كثير منيح بعرف قديش ضغطتي على حالك وقديش هيك يعني تعبتي لحتى قدرتي تاخدي هالقرار وتجي تطلبي ايدي. بس ليكنا طلعنا مثلنا مثلكم بشر، مننظف البيت وبيجوا لعنا الجيران ومنعرف نستقبل الضيوف. يعني غلطة اختي ما اثرت علينا بشي سنة. وتاني شي اكيد انتي بشرفك تطلبي ايدي لابنك، بس انا ما بشرفني اتجوز واحد عنده ام متعجرفة مثلي. سنة وهيك تتجوز الخطوط الحمر مع ماما؟ هلا اطمنت عليك، هلا صار فيك تكفي حياتك من دوني، لانك عرفت انه سنة مثلها مثل كل هالبنات، عندها مشاعر وكرامة وبتحب وبتكره. سنة شبك؟ شو صار لك؟ ولك ليش هيك خربتي الدنيا ليش؟ كل شي كان خربان من الاول اياد، بس انا كان لازم انتقم لكرامتي وكرامة اهلي. بس انت اكيد رح بتضل احسن شخص عرفته بحياتي كلها. ولا فيني اقول لك الله معك. ماشي مثل ما بدك، انا اللي هحترم رايك، بس على ما يبدو انه الانسان عن جد لازم ما يخالف اهله. على ما يبدو انه راي ماما عموري كان صح. حقك علي يا عمي. حبيبي انت امشي يلا امي امشي. حاضرك عمي.